متنا من دوخين الذوق، كسروان تريد هواء وماء ودواء، الكازينو ليس لتلعب بمصيرنا. كلها شعارات رفعها أهالي كسروان الفتوح في مسيرة مطلبية كان دعا إليها النائب السابق فريد هيكل الخازن. حشود كبيرة توافدت إلى سراجون للمشاركة في التحرك الشعبي، رغم أن الوصول إلى المكان لم يكن سهلا بعد أن أقفلت قوى الأمن الطرق التي تؤدي إلى السراي في فترة بعد الظهر. وفي الكلمة التي ألقاها ندد الخازن بالظلم والإهمال اللذين يلحقان بالمنطقة، رافعا عددا من المطالب المتعلقة بالشؤون الحياتية والإنمائية، فدعا إلى استكمال طريق سكة الحديد من الأتسال إلى طبرجة وتوسيع الأوتوستراد للتخفيف من زحمة السير، كما جدد المطالبة بإيجاد حلول لدواخين الذوق التي هي أهم من الموالاة والمعارضة. إلى ذلك طالب الخازن بتحويل مستشفى البوار الحكومي من مستوصف كبير إلى مستشفى عصري وبتنظيم قطاع المرامل، رافدا بقاء المنطقة من دون صرف صحي. طفح الكيل، طفح الكيل، طفح الكيل، ندفع الضرائب ولا نحصل إلا على الإهمال، وندفع الرسوم ولا نحصل إلا على السكوت. منذ سنوات ونحن نقرع أبواب المسؤولين ونسمع الوعود، ومن ينتقدنا لتهديدنا بإقفال طريق نقول له: هذه المسيرة المطلبية بدأت وستستمر بالتظاهر والاعتصامات وإقفال الطرقات وبشتى الوسائل المتاحة لنا، فلا تحرجونا لتجبرونا. واستغرب الخازن كيف أن هذه المطالب المحقة لا تحرك همة المسؤولين، مشيرا إلى أن الدولة في ثبات عميق. صوت كسروان الفتوح يعلو ولا يعلى عليه، ومطالب كسروان الفتوح أوامر وليست تمنيات، فلن نرضى بأن تأكل الدولة حقوقنا الحياتية والإنمائية. فالوضع لم يعد يطاق على كافة مستويات. وفي الختام أكد الخازن ثقة الأهالي بأن رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يوفرا جهودا في سبيل تحقيق مطالبهم.